قال النووي رحمه الله: وهذه قاعدة ضعيفة عند كثير من المحدثين، إذا تعارض الوقف والرفع أو الإرسال والوصل قدموا الإرسال والوقف. والصحيح ما عليه الأصوليون والفقهاء والبخاري ومسلم وما عليه محقق أهل الحديث من أنه إذا تعارض رفع ووقف أو وصل أو إرسال قدم الوصل والرفع لأن معه زيادة علم.